مشاهدي 360 مرحبا بكم في حلقة جديدة من نايدة في هوليوود واللي من خلاله غادي نتعرفوا على حياة العديد من المغاربة الناجحين في أمريكا. والضيف ديالي اليوم جا كلاعب كرة السلة ومن بعد رجع عارض أزياء قبل ما يدخل لعالم التمثيل ويصبح ممثل ناجح في هوليوود. إنه المغربي كمال مماد. كمال مرحبا بك معنا في 360. اول حاجه قلنا كيفاش وفوقاش جيتي امريكان؟ شكرا سيمو، مرحبا. انا كبرت في فرنسا وزيت فرنسا، وانا اصلي من زاغورا في المغرب، وعيشت مده طويله في فرنسا واوروبا، ولكن جيت في امريكا باش نلعب كره سله. جيت في 1995 ولعب في لونيفرسيتي هنايا في امريكا في مدينه سان جوزي، والحمد لله دوزت 5 سنين تنلعب وشديت الدبلوم كلشي داز مزيان، ولكن جيت بوحدي. جيت هنا في امريكا ما تنعرف حتى حد، ما عنديش العائله، وجيت غير بوحدي، عندي جوج بوليزات و 500 دولار وصافي فقط. كيفاش جيتي من لاعب كره السله لعارض الازياء؟ حيت كملت في اليونيفرسيتي، مشيت لاوروبا، لعبت في اوروبا، ومن بعد رجعت لامريكا، امريكا باش نتريني هنايا. وتعرف واحد السيد معروف هنا في امريكا، واحد السيد سميتو روجر كريغ، تلعب كره قدم امريكيه، هو اللي قال لي عندك المهارات باش ترجع موديل. وعيت لاجون ديالو، بقيت ندير لي زوديسيون، وبديت نخدم في نيويورك، ونيويورك ميامي سان فرانسيسكو، ومن بعد رجعت لوس انجلوس باش نبدا واحد لا كارير تاع اكتور في لي بوبليسيتي، ومن البوبليسيتي السينما. لقيت راسي فرحان وتنحب داك الشيء، ومن تما واحد لاجونس قالوا لي انت خصك تكونسونتري في السينما. هي مشيت من لو موديل لي بوبليسيتي ولي بوبليسيتي السينما. من عارض ازياء الممثل، كيفاش كانت التجربه؟ التجربه كانت زوينه بزاف وفريده، وفرحت بزاف وتعرفت مع الناس، وبقيت تنعرف ناس من العالم كله. وانا لقيت راسي دابا واخا انا مغربي وتنخدم مع الناس من العالم كله، وانا وليت بحال تقول ممثل عالمي. تنمثل بالفرنسي، تنمثل بالانجليزيه والعربيه. لوس انجلوس هي هوليوود، وكل شيء بغيت هنايا، وهوليوود هي العاصمه الفنانه العالميه. اه تي فريمون سوبر جولي، هي دي بو زيو اي دي بو شفو، شي ترو مانيفيك. اي دونت مين تو بي رود، بات اي لايك تو توك تو ماي فريند اباوت سمثينغ. تي سكول، تي سي سي كي سا؟ تي سي سي كي؟ ها؟ تي فان فير بير تو نو فيزا افيك كونوري، ها؟ مانون تو ني دان بي ماتونون، ماتونون. انت مثلتي بزاف الافلام الامريكيه، شنو اشهر دور درتي واللي اثر فيك؟ الحمد لله لعبت بزاف الدور، لعبت افوكا، بوليسيي، ريفوجي، ولكن احسن دور اللي لعبت انايا اللي عندي واحد البلاصه في قلبي هي لعبت كره السله في واحد الفيلم سميتو سيما برو مع وودي هارسون اند ويل فيرو. كنا تنلعبوا يوميا في النشاط في التغناج، وعجبني هذاك الفيلم بزاف باسكو لا كارير ديالتي. انا بديت اصلا بديت بكره السله، وجيت لهوليوود ولعب واحد الغوطه في كره السله، وعجبني الحال بزاف. تعاملتي مؤخرا مع عده مخرجين افلام في المغرب، وانت يلا جيتي منه، شنو الاعمال اللي شاركتي فيها تما؟ شاركت اعمال في المغرب مع واحد المخرج سميتو عزيز خويدير، ومثلت دور مهاجر من تيمبوكتو مالي، هو قطع المغرب باش يقطع اوروبا، ومثلنا في المغرب في ورزازات في الصحراء، وداك الشيء زوين، واحد التغناج واعر. بجانب انك انت ممثل مغربي ناجح هنا في هوليوود، تتمثل المغرب في واحد المنظمه امريكيه، قلنا على التجربه هذه. اولا انا من طبيعتي تعجبني ندير الخير، والديا رباني وانا وخوتي لنعاونوا الناس اللي قل منا. هذه المنظمه اللي تمثل المغرب فيها سميتها جلوبال بروسبيرين بيس نيشيريف، وخا هي كاينه في لوس انجلوس، تتخدم في العالم كله وتتقدم المساعدات خصوصا في افريك. وانا دابا اختاروني انا باش نكون السفير ديالهم،
باسكو انا مغربي وافريكي وتنحب تنحب نخدم مع الناس ونخدم مع الشباب واحتروني وانا دابا تمثل فيها المغرب. كممثل مغربي هنا في هوليوود كيفاش دايره معك الحياه هنا في امريكان؟ الحياه زوينه بزاف. لوس انجلوس مدينه ولافه والناس مزيانين وظريفين ولي جا هنايا بغى يولف دغيا تولف في لوس انجلوس ما بغاتش تمشي صراحه. انا دابا عايش هنايا في لوس انجلوس واخا عندي العائله في فرنسا وعائله في المغرب ولفت المعيشه هنا في لوس انجلوس وتلقى الناس من العالم كله تاكل كوريان تقدر تاكل ايطاليان تاكل ماكله اثيوبيان كلشي مخلط والناس حق الناس اللي مزيانين والجو وجود حتى هو انت تعرف بحال المغرب. I just take it back. You can't take it back. Why not? Because it's out there. Oh jeez, it's already out there. What are we gonna do? Call the cops? It's out there. بزاف ديال الشباب المغربي باغي يرجع فحال كممثل ناجح هنا في هوليوود. شنو النصيحه اللي يمكن لك تقدم لهم باش ينجحوا تاهما هنايا؟ اولا السلام عليكم الشباب المغرب. انا تنحب المغرب وتنموت على بلادي واللي بغى يجي هنا في البلاد هذا خصو يحترم راسو خصو يكون سيريو خصو يخدم يكون قافس وتجي معاك طاعه الوالدين رضاه الوالدين وخصو يحترم الجميع. الا درت الخير غتلقى الخير. لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخيه ما يحب نفسه. يلا السلام عليكم. سلامه وان لاف كمال. شكرا على هذا اللقاء الشيق ونتمنى لك المزيد من النجاح والتالق في عالم التمثيل في هوليوود. شكرا مشاهدي 360 شكرا على تتبعكم لهذا الحوار ونعطيكم موعد جديد الاسبوع الجاي مع ضيف واحد اخر في نايضة في هوليوود. الى اللقاء.